وفي سياق متصل، فقد كشفت مصادر عسكرية عن تعزيزات عسكرية كبيرة تم الدفع بها لتعزيز الحزام الأمني بمحافظة عدن. وقال المصدر بالمحافظة إن اللواء 31 مدرع الذي يقوده العميد فرق العتيقي وصلت اليوم قوات عسكرية كبيرة إلى مناطق ومواقع أمنية على الحزام الأمني شمال وغرب محافظة عدن. المصدر أشار إلى أن التعزيزات نشرت في مواقع أمنية بالقرب من لاحج وباتجاه باب المندب.